تحدد بناء بروتين واحد. هل الكلام ده مازال صحيح اولا ولا لا؟ ليه لا؟ لان ممكن البروتين يبقى مكون من مور ذان وان كواليفايد جين، وبالتالي لازم يبقى مور ذان وان جين هيحددوا بناء بروتين واحد. مظبوط. اوكي؟ وبالتالي بقى الكلام الجديد وان جين او وان سيسترون، جين وسيسترون مقابلين لبعض بالنسبه لنا. وان جين اور وان سيسترون يحدد ايه؟ وان سب يونت. وان سب يونت هو البروتين. لو كان البروتين هو وان سب يونت خلاص يبقى هو هيحدد بناء هذا البروتين. زي ايه؟ زي المايجلوبين مثلا. المايجلوبين از وان سب يونت. وان بوليبيبتايد جين. يبقى اونلي وان جين ديترمينز ذا فورميشن اوف مايجلوبين. انا بالنسبه للهيموجلوبين زي ما خدنا زمان عندي كام جين بيحدده؟ اساسا تو جينز، واحد بيحدد الالفا تشين واحد بيحدد البيتا تشين. اوكي؟ في بروتينات فيها سب يونتس اكتر من كده كمان، وبالتالي يبقى محتاجه مور ذان وان جين عشان تحددها. طيب نرجع نقول تاني، احنا بنبدا الترانسكريبشن وبنعمل ار ان ايه بالانواع الثلاثه الرئيسيه، بس في قلنا انواع اخرى وخدناها. وبعدين لو كان هصنع بناء عليه بروتين معين، وهذه البروتينات او طبعا سبيونت هو بروتين زي ما قلنا، هذه البروتينات في الاخر ممكن تكون ستراكشرال بروتين بتحدد مثلا ستراكشر معين في الخليه، او ممكن تكون انزيم زي ما احنا عارفين تقريبا كل الانزيمز بروتين ان نيتشر، ممكن تكون هرمونز، ماني هرمونز ار بروتين. هل في هرمونز ما هياش بروتين؟ اه خدنا مثلا سترول هرمون ما هياش بروتين، ها؟ الادرينال كورتيكال هرمون، السكس هرمونز، ها؟ دول كلهم ايه؟ سترول ما هماش بروتين. كمان الابينفرين ما هماش بروتين. وكمان سام هرمونز ار سمول بيبتايدز برضه ما هماش بروتين. اوكي، انما ميني هرمونز ار بروتين ان نيتشر كما احنا عارفين. Structural protein زي ايه؟ زي الكولاجين مثلا، او this is a structural protein، زي الالاستين is a structural protein. طيب عرفنا بقى اذا ان الجين اللي موجود في الدي ان ايه بيحدد بناء الار ان ايه، وده اللي بيحدد بناء البروتينات المختلفه اللي مش اساسا هي بتؤدي الوظائف المختلفه في الجسم. طب احنا ليه عاوزين نعمل ريجوليشن او جين اكسبريشن؟ اول حاجه يا ترى هل كل الجينات اللي عندنا، عندنا حوالي استميت كده يعني بالتقريب بين 30 و 35000 جين. فيا ترى هل 30 35000 جين دول شغالين في جميع الخلايا؟ لا. زي ايه مثلا؟ ناخد مثال بسيط. مثلا بنلاقي الهيموجلوبين بيحب في كل الخلايا. خلاص اذا الجين بتاع بناء الهيموجلوبين هتبقى موجوده فين؟ في الريسيت بريكرسرز بس. انها مش هتبقى موجوده في جميع الخلايا. الالبيومن مثلا اللي عندنا مين اللي بيصنعه؟ اونلي الهيباتوسايتس. اذا الالبيومن جين شغال في ايه؟ الليبرسيل بس. انها مش شغال في بقيه الخلايا. كويس، دي اول حاجه. ان الجينات المختلفه مش شغاله في جميع الخلايا. بعضها شغاله وبعضها لا. حسب وظيفه هذه الخليه. ودي عمليه الديفرنشيشن. إذا الريجوليشن والجين اكسبريشن مهمة جدا فور ديفرنشيشن سيلز. خلية هتبقى ليبر سيل، خلية تانية هتبقى كيدني سيل هتصنع بروتينات أخرى، خلية أخرى هتبقى ريد بلاد سيل هتصنع هيموجلوبين، بقية الخلايا مش هتصنع. مش كده بس، نفرض خلية بتصنع بروتينات معينة. هل يا ترى احتياجاتها لتصنيع هذه البروتينات باستمرار على نفس المستوى؟ طبعا لا. اوكي؟ ممكن في وقت ما عاوز اتصنع اكتر، وفي وقت اخر عاوز اتصنع اقل. خلينا ناخد مثال بسيط. مثلا البي سيلز بتاعت الايرن فبراير سيلز اوف ذا بانكرياس دول بيصنعوا ايه؟ الانسولين. مش كده؟ هل احنا عاوزين نصنع انسولين باستمرار بكميات محدده وثابته؟ لا. ليه بقى؟ عشان ايه؟ لان كميه الانسولين اللي انا لازم افرزها لازم تتناسب مع ايه؟
اذا لازم يلزم ايه الاستمرار عامل ريجوليشن اوف جين اكسبريشن. خلاص عرفنا اهميه الريجوليشن ده كده بصفه عامه. طيب نبتدي نتكلم عن انواع الجينز من ناحيه الريجوليشن. في جينز نوت ريجوليتد وفي جينز ريجوليتد. في جينز بتشتغل باستمرار وعاده بكميه قليله بنسميهم كونستيتيوتيف جينز، لان it is part of our constitution، هو جزء لا يتجزأ مننا ومستمر في العالم. دول unregulated. دول بيصنعوا بروتينات لازمه باستمرار في خليه معينه. دول unregulated دول بنسميهم constitutive genes. اوكي؟ في جينز اخرى لا بنزود نشاطها ونقلل نشاطها حسب الاحتياج. زي ما قلنا مثلا الانسولين جين من شويه، فدول بنسميهم ريجوليتد جينز. ففي ريجوليتد وفي كونستيتيوتد. اوكي؟ طيب الريجوليشن بيتم عن طريق بروتينات معينه. والبروتينات دي بتتحد مع منطقه معينه في الدي ان ايه عشان تعمل هذا التاثير. هذه البروتينات ممكن تنشط جين معين وبالتالي بنسميها بتعمل اندكشن لهذا الجين. وفي بروتينات اخرى ما تتحد مع الدي ان ايه بالعكس توقف نشاط الجين، تعمل جين ان اكتيفيشن. والان اكتيفيشن اوف جين بنسميه ريبريشن. كلمه ريبريشن بالتالي بقى يعني ايه؟ يعني انهبيشن اوف جين اكسبريشن. اما نوقف نشاط الجين يبقى اسمه بنعمل له ايه؟ ريبريشن اوف جين. اما نروج نشاط الجين بنسميه اندكشن اوف جين. فافتكروا كلمه اندكشن وريبريشن معناهم ايه؟ اندكشن بنزود نشاط الجين، ريبريشن بوقف نشاط الجين. في كثير من الاحيان الحاجه اللي بتنظم الجين اكسبريشن بتعمل له ريبريشن. كويس؟ طب نشاطه ازاي في حاله الجين؟ اوقف هذا الريبريشن. طب اوقف الريبريشن معناها عملنا اكتيفيشن. اوكي؟ ففي الحاله دي بنسميها بقى دي ريبريشن. الاكتيفيشن هنا بنسميه ايه؟ دي ريبريشن. ليه؟ لان الاساس ان حاجه معينه بتوقف نشاط الجين وانا عاوز اوقف الحاجه دي. اما اوقف الحاجه دي يبقى انا عامل ايه؟ دي ريبريشن. فافتكروا ان كلمه دي ريبريشن تساوي يعني ريبريشن معناها انهبيشن. اما اوقف الريبريشن اما اوقف الانهبيشن يبقى بعمل ايه؟ اكتيفيشن. انا بقول الكلام ده مقدم لان هناخد امثله. هناخد امثله. اما الجين انشطه بحاجه معينه بعمل له اندكشن. اوكي؟ دي بطريقه مباشره. اما اوقف نشاطه بعمل له ريبريشن. اما اوقف الريبريشن بسميه دي ريبريشن وده يعادل اندكشن. ايوه عادي كده. طيب هنبدا بالريجوليشن جين اكسبريشن الاول ان بروكاريوتس وبعدين ان يوكاريوتس. ليه عشان ايه؟ عشان عاده البروكاريوتس احنا بندرسها اكتر وفي الاول. وهنبدا بان البروكاريوتس عاده الجينز اللي بتقوم ببناء بروتينات لها نشاط متعلق ببعضها in a certain metabolic pathway. يعني ايه الكلام؟ يعني ايه عمليه metabolic pathway؟ يعني سكه معينه في الميتابوليزم عباره عن مجموعه من الخطوات بتؤدي الى تحويل ماده الى ماده اخرى. اوكي؟ الجينز بقى اللي هتقوم بهذا الاكشن بتبقى متجمعه مع بعضها. دي ميزه ليه ولا عيب؟ ميزه ان مجموعه الجينز دي كلها بتكمل بعضها. هنشوف دلوقتي المثال. هنتكلم عن حاجه اسمها لاي اوبرا. اللاي اوبرا دي شغلتها ايه؟ تنظيم تكسير اللاكتوز في البكتيريا. ليه سميناها لاي؟ عشان بتشتغل على اللاكتوز. عشان بتشتغل على اللاكتوز فبنسميها لاي اوبرا. فايه هو الاوبرا؟ الاوبرا ده اولا حاجه توصف بالبروكاريوتس بس، احنا ما عندناش حاجه اسمها اوبرا. احنا ما عندناش حاجه اسمها اوبرا. الجهاز يكون عندنا حاجه مشابهه ليها بس ما فيش عندنا احنا اوبرا.
اللاب أوبرون هي أحد أمثلة هذه الأوبرونز، ودي شغلتها الميتابوليزم واللاكتوز، عشان كده بنسميها لاب أوبرون. ودي موجودة في نوع من البكتيريا اسمها إي كولاي. إيه الإي كولاي دي؟ دي بكتيريا موجودة عندنا فين؟ من اسمها تصدق إنها موجودة فين؟ في الكولون. سميناها إي كولاي. إي اختصار ليها اسم طويل هنسمعه بعدين إن شاء الله في سنة ثالثة، إستريشن أو إشتريشن. ها؟ تتنطق بالطريقة دي. إشتريشن أو إستريشن. خلاص أنتوا مش معقول تعرفوا الاسم بالكامل، كفاية تعرفوا مين. إي كولاي. إي كولاي ده نوع من البكتيريا موجود عندنا في الكولون. ممكن يستعمل اللاكتوز إذا كان اللاكتوز موجود أو مش موجود خلاص مش هيستعمل. اللاب اوبرون ده دخلنا ان ده اوبرون، اوبرون يعني مجموعه من الجينات موجوده جنب بعضها، تشمل جين اسمه لاب زي جين، وجين جنبه اسمه لاب واي جين، وجين ثالث اسمه لاب اي جين. اللاب زي جين ده مسؤول عن بناء انزيم شغلته ايه؟ بيتا جلاكتوزيديز. يعني ايه بيتا جلاكتوزيديز؟ يعني ايه بيتا جلاكتوزيديز؟ يعني بيكسر بيتا جلاكتوزيديز بوند. يعني ايه بيتا جلاكتوزيديز بوند؟ يعني جلاكتوز مشابك للكربون نمره واحد مع شوكر اخر. هل ده ينطبق على اللاكتوز؟ ايوه. اللاكتوز عباره عن ايه؟ جلاكتوز ماسك في بيتا جلاكتوزيديز بوند اللي كنا فاكرين بالكربون ريز مع جلوكوز. اوكي؟ فالإنزيم اسمه بيتا جلاكتوزيديز ده بينتجه اللاب زي جي. ده بيكسر اللاكتوز طبعا الى جلاكتوز وجلوكوز. لانه بيكسر الجلاكتوزيديك بوند بين الجلاكتوز والجلوكوز. اللاب واي جين شغلته ايه؟ ده بيصنع بروتين، ما هوش انزيم. بيعمل ايه هذا البروتين؟ ده بيدخل اللاكتوز داخل الخليه. بيساعد على ادخال اللاكتوز داخل الخليه، وبالتالي بنسميه لاكتوز بيرمييز. ايه كلمه بيرمييز جايه منين؟ من بيرمييشن. بيرمييشن يعني ايه؟ يعني ينفذ. ها؟ يعني يخلي الممبرين بتاع الايكولاي يدخل اللاكتوز جوه. يساعد يعني يعتبر ايه ده؟ في الليتراتور التجاري يعتبر ترانسبورتر. It is a transporter. A transporter for a for lactose. ترانسبورت ده كنا بنسميه لاكتوز ايه؟ فيرمييز. بيعمل فيرمييشن للمبرين، ها؟ يخلي اللاكتوز يخش بسهوله. الجين الثالث اسمه لاك اي جين، ده بيصنع انزيم اخر. الانزيم الاخر ده مش معروف فايدته، انما معروف هو بيعمل ايه؟ اسمه ثايو جالاكتوزايد ترانس اسيتيليز. ثايو جالاكتوزايد ترانس اسيتيليز مش معروف الى الان ايه فائدته. هو اكيد له فايده، ربنا ما عملش حاجه من غير فايده، فاكيد له فايده، بس ما حدش الى الان عارف ايه فائدته، انما هو انزيم ومعروف شغلته. اوكي؟ دول الثلاث جين بتوع الاي اوبر. طب يا ترى بقى كيف تنظم الايكولاي نشاط هذه الجين؟ الجينز دي كان معتاد في قبلهم ايه؟ فيهم بروموتر. ايه البروموتر ده بيحصل ايه عنده؟ اتحاد ال ار ان اي بوليميريز. ما احنا عشان نعمل الترانسكريبشن زي ما قلنا اول خطوه ايه؟ هيتحد ار ان اي بوليميريز مع البروموتر ويعمل وات وي كول ايه فاكرين؟ ده بري انيشيشن كومبلكس. وبعدين يحصل ايه؟ ينتقل من البروموتر الى فين؟ الى البلس 1 نيوكليفايد ويبتدي يعمل ترانسكريبشن. اوكي؟ فادي موجات البروموتر. هنا بقى بين البروموتر وبين مجموعه الستراكشر جينز دول بنسميهم ستراكشر جينز. ايه هم الستراكشر جينز تاني؟ هم اللي بنصنع منهم ار ان اي، بنصنع منهم مسنجر ار ان اي. كل دول ستراكشر جينز. لاك زي، لاك واي، لاك اي جينز، كل دول ستراكشر جينز. وكل دول انديوسبل هنشوف دلوقتي ازاي. اوكي؟ ستراكشر جينز دول هم اللي هيصنع منهم الار ان اي، المسجر ار ان اي الخاص بهذه البروتين. بقول تاني بقى بين البروموتر وبين
فيه الستراكشر جينز في منطقه بنسميها اوبريتور. ليه بقى يا ترى بنسميها اوبريتور؟ لانها بتنظم الاوبريشن اوف ذا ار ان اي بوليميرز. ازاي؟ في جين اخر موجود ابستريم. ابستريم يعني فين؟ يعني من الفايف برايم سايد. لو احنا بنتكلم عن اي واحده من التو ستراندز اوف دي ان اي، الكودينج ولا التابلت كودينج، دايما الكودينج ستراند بنستخدم الفايف برايم على الشمال وهي ناحيه الايه؟ الابستريم زي ما قلنا، ودايما بنرسمه على الشمال. فالابستريم دايما على الشمال والداون ستريم دايما على اليمين. فابستريم من كل هذه المنطقه في حاجه اسمها لاك اي جي. ايه لاك اي جي ده يا فرع؟ لاك اي جي ده اولا كونستيتيوت زي ما قلنا من شويه. يعني ايه كونستيتيوت؟ يعني بيشتغل باستمرار. ان ريجوليتد ده باستمرار بيشتغل وبيصنع مسنجر ار ان ايه، وبالتالي من هذا المسنجر ار ان ايه هنصنع بروتين هنسميه ايه؟ لاك اي بروتين. ليه دايما بنقول لاك؟ فكل الجينز بتاعتها اسمها لاك. لاك اي، لاك زي، لاك واي، لاك اي. لاك يعني بتاع اللاك. فهنا لاك اي جي. اللاك اي جي بقول اما نعمل له ترانسكريبشن بنصنع منه مسنجر ار ان اي، وبعدين نعمل له ترانسليشن بنصنع منه بوليبيبتايد شين، واربعه بوليبيبتايد شين يتحدوا مع بعض ويعملوا لي وان بروتين. البروتين ده له فيري هاي افينيتي للاوبريتور. فاكرين ايه هو الاوبريتور؟ عرفت عليه من شويه. موجود فين؟ بين البروموتر وبين الستراكشر جين. طب يا ترى لو هذا اللاك اي بروتين مسك في الاوبريتور، انا بقول له فيري هاي افينيتي في الاوبريتور، يحصل هل الار ان اي بوليمريز يقدر يعمل ترانسكريبشن للستراكشر جين دي؟ لا زي لك واي لك ايه؟ ما يقدرش. السكه مسدوده، انا حاطط سد في السكه ما يقدرش. اتفقنا ان اول حاجه بنعمل فري انيشيشن كومبلكس بالاتحاد مع ايه؟ البروموتر، وبعدين ننتقل الى الستراكشر جين عشان نعمل ترانسكريبشن. لو انا حطيت سد في السكه خلاص مش هقدر اعمل ترانسكريبشن. ده السبب ان المنطقه دي سميناها ايه بقى؟ اوبريتور. اوبريتور لان هو اللي بينظم هل الار ان اي بوليميريز هيعدي ولا مش هيعدي. لو عدى الار ان اي بوليميريز هيعمل ترانسكريبشن للستراكشر جين. لو انا موقف في سكته حاجز مش هيقدر يعدي ومش هيقدر يبني الديفرنت مسج ار ان اي الخاصه بهذه البروتين. اوكي؟ ارجع اقول تاني ان اللايف ار جي ده كونستيتيوتيف باستمرار بيصنع مسج ار ان اي، باستمرار بيحصل له ترانسليشن، بنعمل منه بروتين يشبك في الاوبريتور لانه فيري هاي افينيتي فور ذا اوبريتور. اوكي؟ اذا ايه شغل اللاك اي جي بقى؟ بينظم عمل الاستراكشر جين، لانه ممكن يقف في السكه او ما يقفش، بس الانت ما يقفش لسه ما قلناش. العادي لغايه دلوقتي بقول بنصنع كميات ضئيله من هذا البروتين، ويكفي كميات ضئيله عشان تقف على الاوبريتور وتمنع عمل هذه الجين. اوكي؟ طيب امال ازاي بقى نسمح للار ان اي بوليميريز بعد ما يمسك في البروموتر انه يكمل ويعمل ترانسكريبشن للاستراكشر جين زي واي ان اي، وبالتالي نصنع منهم البروتينات الثلاثه اللي قلنا عليهم؟ لازم نشيل الايه؟ نشيل هذا البروتين. اولا البروتين ده يعتبر ايه بقى كده في عمليه التنظيم؟ يعتبر ايه؟ اكتيفيتور ولا انهبيتور اولا؟ عشان كده سميناه لاك اي لانه انهبيتور. الجين اسمه لاك اي والبروتين اللي طالع انهبيتور بروتين، وبالتالي ده يعتبر نيجاتيف ريجوليشن ولا بوزيتيف ريجوليشن؟ نيجاتيف ريجوليشن، لان ده بيوقف عمل هذا اللاك اوبر، بيسد السكه على اللاك اوبر، بيوقف عمل اللاك. فده ريبريسور بروتين. ات از ا تايب اوف نيجاتيف ريجوليشن. نيجاتيف ريجوليشن. اوكي؟ طيب امال بقى ازاي ننشط هذا الاوبرون؟ اولا امتى لازم ننشط هذا الاوبرون؟
وبعدين يتحول هناك الى شبيه باللاكتوز اسمه اللاكتوز. انسان عايش في مصر مش مهم العرب هو ايه الفرق بينهم. يتكون بقول تاني ايه؟ اللاكتوز. الاللاكتوز ده اما يمسك مع اللاك اي بروتين يعمل فيه كونفورميشن تشينج. فاكرين كلمه كونفورميشن تشينج يعني ايه؟ يعني ايه بروتين كونفورميشن؟ بروتين كونفورميشن يعني ذا شيب اوف ذا بروتين. The three-dimensional shape of the protein. Okay? والثاني اللاكتوز لما يخش جوه الخلية عبارة يتحول لايسومر اسمه اللاكتوز. وبعدين هذا اللاكتوز له very high affinity for the lac I protein. يمسك في lac I protein. طيب لما يمسك في lac I protein يحصل ايه؟ يغير شكل lac I protein. طب لما يتغير شكل lac I protein يحصل ايه؟ ما يمسكش في الاوبريتور. ما ينفكش في الاوبريتور. يبقى هذا الكونفورميشن تشينج ان ذا لاك اي بروتين يعمل ايه؟ يعمل انهبيشن اوف بايندينج تو ذا اوبريتور. طول ما هو بالشكل العادي من غير الالولاكتوز شكله مناسب جدا للاتحاد بالاوبريتور. اما يتحد معاه الالولاكتوز يغير من شكله وما يقدرش يتحد مع الاوبريتور. يبقى كده فتحنا السكه. مش كده؟ ويبقى في الحاله دي بسرعه يمسك في البروموتر والسكه دلوقتي مفتوحه هيعدي من الاوبريتور لانه فاضي وينتقل الى الستراكشر جينز الى البلاس 1 في الفاي ويبتدي يعمل على طول ترانسكريبشن لاك زي جين لاك واي جين لاك اي جين ويطلع البولي سيسترونيك مسنجر ار ان اي. خدوا بالكم هنا هيطلع لي ايه؟ البولي سيسترونيك مسنجر ار ان اي. لو كنا فاكرين من الاول قلنا كثير من البروتينات في البكتيريا في البروكاريوتس بتتصنع كلها على 1 بولي كالشيوم. بس واضح طبعا ان البروتينات دي ليها علاقه بعضها ولا مالهاش علاقه؟ ليها علاقه دول شغلهم بيكمل بعض. ها؟ فهنا دي ميزه للبكتيريا انها تصنع كلهم مع بعض لان كلهم هيكملوا عمل بعض. اوكي؟ اصنع بقى ايه؟ البولي سيسترونيك مسنجر ار ان اي. فكرتوا تاني بولي سيسترونيك يعني ايه؟ يعني اللاك زي جين له انيشيتنج او انيشيتور وترمينيتنج كود، مش كده؟ اللاك واي جين له برضه انيشيتنج وترمينيتنج كود، اللاك اي جين له انيشيتنج وترمينيتنج كود. يعني البولي سيسترونيك ام ار ان اي ده هطلع منه ايه؟ ثلاث بروتينات مختلفه. ليه؟ لان عندي ثلاثه انيشيشن سايتس وثلاثه ترمينيشن سايتس. هبتدي البناء عند وان انيشيشن ونكمل لغايه ما نوصل للترمينيشن نقطه البناء ادينا بنينا لاك سي جي. وبعدين نبتدي بناء عند انذر انيشيتنج كودر بتاعت اللاك واي جين وننتهي عند الترمينيتنج بتاعها. وبعدين اللاك اي جين له انيشيتنج كودر وترمينيتنج كودر. ها؟ فانا عندي 1 ام ار ان اي بس هصنع منه ثلاث بروتينات. مين هم تاني؟ البيتا جالاكتوزيديز اللي هو يعتبر لاك ديز. ليه يعتبر لاكتيز؟ لأنه بيفك اللاكتوز إلى جالاكتوز وجلوكوز. وليه بيفك اللاكتوز؟ لأن اللاكتوز يحتوي على إيه؟ بيتا جالاكتوزيديز 1. ونمرة 2 اللاكتوز بيرميز اللي هو بيدخل اللاكتوز. It is the transporter for lactose into the E. coli. وبقول سبايو جالاكتوزاي ترانزيت سيتريز إلى الآن مش معروف إيه فايدته للبكتيريا. أوكي؟ كل ده بناء على ايه؟ على تواجد اللاكتوز في الميديم. على تواجد اللاكتوز في الميديم. اللاكتوز مش موجود الانهبيتور بروتين بتاع اللاك اي جين، اللاك اي بروتين يلزق في الاوبريتور ويمنع العمل بتاع ار ان اي بوليمريز. اللاكتوز موجود يفك اللاك اي بروتين من الاوبريتور ويسمح بالعمل. طيب في قصه ثانيه بقى كمان عايزين نكمل بيها الصوره.
في جلوكوز. لو مفيش جلوكوز بقى يعني في لاكتوز بس مش هتعرف تساوي. وده معناه ان الاي كولاي بيتفضل ايه كسورس اوف انرجي الجلوكوز. طب يا ترى الجلوكوز ازاي بيمنع عمل هذا الجين برغم وجود اللاكتوز؟ اللاكتوز موجود والاوبريتور مفتوح ولكن الجين بيشتغل بموت شديد. قلنا الكلام ده امتى؟ لو في جلوكوز في البيت. ها؟ فزمان ما كانوش يعرفوا المكانيزم. فده سموه ايه بقى يا ترى؟ سموه كاتابولايت بريشر. الاسم ده جاي من ايه؟ كاتابولايت بريشر. كاتابولايت اولا يعني. كاتابولايت يعني ناتج من الكاتابوليزم. كلمة كاتابولايت يعني برودكت اوف كاتابوليزم. وكاتابوليزم يعني ايه؟ يعني تكسير. ففي سجستد قالوا ساعتها ان الجلوكوز بيطلع كاتابولايت معينه، بيطلع ماده واحده معينه اثناء الكاتابوليزم ما يعرفوش هي ايه. وهذه المواد هتعمل ايه؟ تعمل ريجريشن لهذا الاوبريتور بتاع اللاكتوز. اللاكتوز ما يشتغلش، فتيجي الجلوكوز بقوم تاني بيطلع كاتابولايت معين يوقف عمل هذا اللاكتوز، فسموها ايه؟ ها؟ كاتابولايت ريجريشن. ظهر الموضوع مش مش كاتابولايت معين يؤدي الى ريجريشن، امال ايه بقى؟ ظهر ان في بروتين معين يفضل انه يبقى شارك في منطقه هنا ابستريم بالنسبه للبروموتر على طول، جنب البروموتر على طول. المنطقه دي نسميها كاب بايندينج سايت. كاب دي جايه من ايه؟ كاتابولايت اكتيفيتنج بروتين. كلمه كاب اختصار لكاتابولايت اكتيفيتنج بروتين، ده كده مبدئيا. انما احسن نسميها كاتابولايت جين اكتيفيتنج بروتين، لانه بينشط الايه؟ الجين. كاتابولايت جين اكتيفيتنج بروتين. كاب تاني اختصار لكاتابولايت جين اكتيفيتنج بروتين. اوكي؟ هذا الكاب عباره عن ايه في الواقع؟ عباره عن بروتين معين، عشان كده سميناه في الاخر بروتين. انما ماسك فيه ايه بقى؟ ماسك فيه سايكليك اي ام بي. ايه علاقه السايكليك اي ام بي بالموضوع؟ اما الخلية بقى ما عندهاش جلوكوز بتصنع سايكليك اي ام بي. اوكي؟ نرجع تاني واقول لو الخلية عندها جلوكوز ما تصنعش سايكليك اي ام بي. وبالتالي هذا الكاب بايندنج بروتين ما يمسكش في المنطقة اللي قبل البروموت، ما يمسكش. هو امتى يمسك؟ لو البروتين ده شارك فيه ايه؟ سايكليك اي ام بي. امتى تاني يكون السايكليك اي ام بي؟ لو مفيش جلوكوز. طول ما في جلوكوز في الخليه، الخليه مش هتصنع سايكليك اي ام بي. يبقى السايكليك اي ام بي ده انديكيتور على ايه؟ على امرجنسي في الخليه، ان ما عنديش جلوكوز. اول ما الخليه ما عندهاش جلوكوز تدي الارم. ايه الارم بتاعها؟ تصنع سايكليك اي ام بي. تتصنعه ازاي؟ الكلام ده خدناه قبل كده. ها؟ بيتصنع من ايه السايكليك اي ام بي؟ من الـ ATP بإنزيم سمينيز أدينيل سايكليز. أيوة البكتيريا برضه عندها أدينيل سايكليز زي اللي عندنا. ها؟ عندها أدينيل سايكليز. الأدينيل سايكليز ده إمتى يشتغل؟ أما يكون مفيش جلوكوز. مفيش جلوكوز ده ألارم من الخلية دور على حاجة تانية. تقوم الخلية تعمل إيه؟ سايكليك إم بي. يقوم السايكليك إم بي يعمل إيه؟ يتحد مع الكاب. هذا البروتين كاتابولايت جين اكتيفيتنج بروتين. ها؟ كويس. يقوم يحصل ايه بقى؟ الافينيتي بين هذا البروتين والكاب بايندنج سايت تبقى قويه جدا. طول ما فيش سايكليك ام بي اللي هو مرسوم هنا بالاحمر ده، هذا البروتين الافينيتي بينه وبين الكاب بايندنج سايت تبقى ضعيفه. في سايكليك ام بي هيعمل سايكليك ام بي في البروتين. يعمل ايه سايكليك ام بي في البروتين عشان يزود الافينيتي للكاب بايندنج سايت؟ كونفورميشن اند تشينج، نفس الكلام اللي قلناه قبل كده. اوكي؟ يعني في بس هنا بالعكس، خد بالك هناك الالولاكتوز كان بيعمل ايه؟ ها؟ كان بيخلي الانتجر بروتين ده يفك من الاوبريتور. انما هنا بالعكس السايكليك اي
فاكرين في البروموترز بتاع البكتيريا كان في ماينس 10 وماينس 35. فالماينس 35 هنا لو شابت فيه الكاب كتبوا لي هنا اكتيفيتنج بروتين يخلي ايه الار ان اي يمسك بسرعه. لو كنا فاكرين قلنا الماينس 35 شغلتها ايه؟ بتحدد ايه؟ سرعه الترانسكريبشن. امال الماينس 10 بتحدد ايه؟ فيديلتي اوف ترانسكريبشن. طبعا الكلام ده بقى على فكره الماينس 10 بتحدد الفيديلتي. يعني ايه الفيديلتي؟ يعني هبتدي منين؟ هبتدي من البلس 1 لازم ابتدي من هنا عشان اعمل ترانسكريبشن. المنطقه اللي قبلها بتساعد بتحدد ايه؟ سرعه الترانسكريبشن عن طريق فيها الكاب تبقى سريعه، ما فيهاش الكاب ما تبقاش سريعه. اوكي؟ والكاب هيمسك فيها امتى؟ لو ما فيش جلوكوز. ليه؟ لان ما فيش جلوكوز مفيش جلوكوز الار انشط الادينين سايكليز اعمل سايكليز ان بي يمسك في الكاب يخليه يمسك في الكاب بايندينج سايت يسرع عمليه الترانسكريبشن. اوكي؟ يبقى اذا على عمليه استعمال اللاكتوز في الخليه تعتمد على ايه؟ ان في لاكتوز ومفيش جلوكوز في نفس الوقت. اوكي؟ في لاكتوز وجلوكوز لا انا هحط الجلوكوز مش هعمل سايكليز ان بي مش هنشط هذا البروموتر لان مش هشبك الكاب في مكانه لان مفيش سايكليك ان بي وبالتالي عمليه الترانسكريبشن تبقى بطيئه جدا. ممكن تحصل لان مفيش حاجه سادة السكه طالما ان في لاكتوز مفيش حاجه سادة السكه ممكن يحصل ولكن ببطء شديد. ليه؟ انا مش عاوز اصنع هذه البروتينات على الفاضي. انما كمان مفيش جلوكوز صح العمليه سريعه جدا ونبني بسرعه جدا our proteins. اوكي؟ طبعا اذا بقى موضوع الكاب ده يعتبر مثال على نيجاتيف ريجوليشن ولا بوزيتيف ريجوليشن؟ بوزيتيف ريجوليشن. لان ده بينشط الجين. انما الاي بروتين مثال على ايه؟ نيجاتيف ريجوليشن. لان ده بيوقف نشاط الجين. حد عنده سؤال في الكلام اللي انا قلته؟ لو كان في اي حاجه مش كلير يا اولاد نسال فيه. مفيش أسئلة؟ دكتور هو ليه الجلوكوز لما يكون موجود ليه يا بنتي؟ ليه الجلوكوز لما يكون موجود حتى لو في اللاكتوز مش هيجي؟ ليه الجلوكوز لما يكون موجود اللاكتوز لا يستعمل؟ لأن الخلية بتستسهل استعمال الجلوكوز. فلما يكون عندها جلوكوز تقول لا اللاكتوز ده نركنه على جنب. خليه الاحتياطي. يعني ده زي ايه الخزان بتاعي. أما يخلص الجلوكوز تبتدي استعمل ده. طول ما في جلوكوز لا الجلوكوز از بريفير. ها؟ وليه بريفير؟ لانه في عده خطوات اقل. في عده خطوات اقل، الجلوكوز مباشره هستعمله. ها؟ انما اللاكتوز يلزم ايه؟ اولا ان انا افكه الى جلوكوز وجلاكتوز، ده نمره واحد. نمره اثنين الجلاكتوز لازم احوله الى جلوكوز، ولسه عاوز انزيم ثاني عشان احول الجلاكتوز الى جلوكوز. يبقى انا بزود على نفسي خطوات ممكن استغنى عنها. خلاص؟ فطول ما عندي جلوكوز انا بوفر على نفسي. انا ليه استعمل حاجه بتاخد مني مجهود اكتر وطاقه اكتر وانا ممكن استعمل حاجه تاخد مني مجهود اقل وطاقه اقل. وتوفر على نفسي بناء بروتينات زياده ما لهاش لازمه. دكتور انا بحسن هو اعتبر الستريك انهبيشن والستريك اكتيفيشن. اوكي. الستريك انهبيشن اكتيفيشن لمين؟ مين اللي عاوز تقول عليه حصل له هو طبعا ذيس از ان الستريك افكت. ايه هو الستريك افكت؟ اتحاد الكاب مع السايكليك ام بي قلنا بيعمل ايه في الكاب؟ بيغير مشاكل كونفورميشن تشينج. ذيس از ان الستريك افكت. اوكي؟ نتيجه هذا الستريك افكت الكاب هيقدر يتحد مع البايندنج سايت. خلاص؟ بس انت تقول الستريك اكتيفيشن وانهبيشن لان دي تعني تاثير على ايه؟ على انزيم. هو فيه هنا انزيم؟ مفيش هنا انزيم. انما دي سيز على الستريك افكت. زي ما قلنا في الهيموجلوبين في الستريك افكت على الهيموجلوبين. انما ما اقدرش اقول عليها الستريك اكتيفيشن وانهبيشن لان دي سيز نوت ان انزيم. اوكي؟ نفس الشيء الالولاكتوز اما مسك مع اللاف اي بروتين عمل فيه ايه؟ كونفورميشن تشينج ادى الى ايه؟ انه فكه من الاوبريشن صح؟ دي سيجنال الستريك افكت. انما ما اقدرش اقول عليها الستريك اكتيفيشن او انهبيشن.
النتيجه بتاعتها انهبيشن هنا او اكتيفيشن على حسب بقى هو الكاب ولا اللا اي او تي. ده على الـ على الـ على الـ على الجين ككل، انما مش على انزيم معين. اوكي؟ اوكي. طبعا احنا كده هنخش في ديتيلز ما لهاش لازمه بالنسبه لنا. انما هو بصفه عامه فاكر الكومبوزيشن بتاع الار ان اي بوليميز كان عباره عن 2 الفا سب يونتس، واحده بيتا واحده بيتا برايم واوميجا سب يونت، وفي كمان سيجما فاكتور بيساعد على الاوبريشن. الالفا سب يونت لها الى حد ما افينيتي للكاب اللي انا بتكلم عنه، وبالتالي الكاب او يقف هنا يسحب الار ان اي بوليميز ناحيته بسرعه نتيجه الافينيتي بين الالفا سب يونت، ودي ممكن تبقى فايده من فوائد الالفا سب يونت. اوكي؟ اجي على السؤال الثاني. بيساعد على ان الار ان بوليميز يجي بسرعه. اوكي؟ طيب احنا كده ايوه يا شباب. لا هو مش شرط يا بنتي يبقى سبيرنج. هو الافينيتي بين حاجتين لازم تبقى سبيرنج. الكلام ده سبيرنج لو ايه؟ لو ديفايند مع بعض، لو كان بيسك مع بعض، مش كده؟ انما الافينيتي دي احنا قلنا قبل كده مثلا ان الانزيم بيشتغل على سبستريت معين بيحصل اتحاد بين الانزيم والسبستريت، هل في هناك سبيرنج؟ هما في ايه؟ في كيميكال جروبس معينه في السبستريت وكيميكال جروبس معينه في الاكتيف سايت اوف الانزيم بتخلي الاثنين يقربوا من بعض. اوكي؟ مش شرط يبقى سبيرنج يا بنتي عشان حاجتين يمسكوا مع بعض. واحد. اوكي. طيب يبقى الباك جراوند ده ممكن نرسمه بالشكل ده ونوري فيه هنا الكاب وفي هنا الالولاكتوز ماسك مع ريبريسور وفكه وهنا في رابل ترانسكريبشن زي ما قلنا. كويس؟ رابل ترانسكريبشن طبعا فولد باي ترانسليشن. مظبوط كده؟ لو عملنا نت طبعا الكلام ده يبقى موجود امتى الدايجرام ده؟ لما يكون في ولا مفيش جلوكوز؟ مفيش جلوكوز وبالتالي يبقى في سايكليكات. ممكن نعمل دايجرام زي بالظبط ولكن مفيش سايكليكات دي لان في جلوكوز، يبقى في الحاله ده مش هيتعب. مظبوط كده؟ بس الاوبريتور مفتوح لان في لاكتوز. خلاص؟ يوم يحصل ايه هنا بقى؟ سلو ترانسكريبشن. يعني ممكن اعيد نفس الدايجرام ده واشيل الكاب من هنا واقول هنا في ايه؟ سلو ترانسكريبشن. لان الار ان اي بوليميز ممكن يمسك مع البروموتر ولكن بمر ويعدي من الاوبريتور لان انا شلت خلاص اللاك اي بروتين واعمل ترانسكريبشن، بس هنا سلو ترانسكريبشن. انا عملت اونلي وان دايجرام ده اللي بيحصل ان ذا بريزنس سوري ان ذا ابسنس اوف ان ذا بريزنس اوف لاكتوز اند ابسنس اوف جلوكوز. اوكي؟ لو في جلوكوز بقول تاني نعمل دايجرام زي كده بالظبط. يعني لو طلب مني في الامتحان ان ارسم دايجرام يمثل عمل اللاب اوبرال ان ذا بريزنس اوف جلوكوز، نعمل نفس الدايجرام ده بالظبط ولكن بقى نشيل من هنا ده لان ما عنديش سايكليك ام بي ونقول على الترانسكريبشن هنا ايه؟ سلو ترانسكريبشن. اوكي؟ انا رسمته في ابسس اوف جلوكوز وفي رابيد ترانسكريبشن. طب يبقى كده خلصنا ريجوليشن او جين اكسبريشن ان بروكاريوتس وننتقل الى الريجوليشن ان يوكاريوتس. زي ما قلنا قبل كده برضو اساسا الريجوليشن او جين اكسبريشن بيتم عند مرحله ايه؟ الترانسكريبشن. طب خلينا نسال الاول، هل الافضل نعمل ريجوليشن على مستوى الترانسكريبشن ولا على مستوى الترانسليشن؟ تفتكروا ايه الافضل؟ هل نفضل نعمل ريجوليشن
كروماتين بحيث يسمح بالترانسكريبشن او لا يسمح. اوكي؟ او نعيد تنظيم الدي ان اي. اوكي؟ تزويد الجين بنسميه جين امبليفيكيشن، لان كلمه امبليفاي يعني ايه؟ يعني يكبر، يزود. اوكي؟ عكسها ايه؟ جين ديمينيوشن، ديمينيوشن يعني نقلل الجين. جين امبليفيكيشن يعني نزود الجين. جين ديمينيوشن يعني نقلل الجين. جين ري ارينجمنت يعني نعيد تنظيم الجين. ها؟ وكروماتين ري موديلنج يعني نغير من نظام الكروماتين علشان نسمح او لا نسمح بعمليه الترانسكريبشن. يعني دي ما قبل الترانسكريبشن. يبقى في تغييرات ما قبل الترانسكريبشن، وفي تغييرات على مستوى الترانسكريبشن، وفي تغييرات على مستوى الترانسليشن. في بوست ترانسكريبشنال وفي كمان ترانسليشن. اوكي؟ الجين موديفيكيشن هي اللي هنبدا في جين امبليفيكيشن وجين ديمينيوشن وجين ريارينجمنت وكروماتين ريموديلنج. نشوفهم كده واحده واحده. كل دي تغييرات بقول استعدادا للترانسكريبشن ما قبل الترانسكريبشن. جين امبليفيكيشن نبدا بالجين امبليفيكيشن. ايه مثال على جين امبليفيكيشن؟ المثال اللي عندنا في الكتاب بيقول ان المالينا سيلز احيانا they can develop resistance to methotrexate نتيجه ايه؟ نتيجه amplification of the gene for the enzyme dihydroxylate beta-phase. ايه معنى كده؟ فاكرين احنا جبنا كلمه methotrexate قبل كده في ايه؟ ده ايه ده بيعمل ايه؟ ده انتي ميتوتيك انتي كانسر دراج. هذا الانتي كانسر دراج بيشتغل ازاي؟ بيوقف عمل الانزيم اللي اسمه دايهايدروفوليت ريباتيز. طب نفتكر بقى دايهايدروفوليت ريباتيز ده بيعمل ايه؟ ده بيحول الفوليك اسيد الى دايهايدروفوليك اسيد، ثم الدايهايدروفوليك اسيد الى تترا هيدروفوليك اسيد، والتترا هيدروفوليك اسيد لازم لبناء البيورين وكذلك لبناء الثيمين. عشان نبني ثيمين اللي هو واحد من الايه؟ من الفايبيدين. احنا بنبنيه من مين؟ من اليوراسيل. عشان نبني ثيمين من اليوراسيل محتاجين الانزيم داي هيدروفوليت ريباتيز يشتغل. وعشان نبني بيورين محتاجين الداي هيدروفوليت ريباتيز يشتغل. ليه؟ لان البيورين فيها كاربونز بتتجاب من انها متشال على التترا هيدروفوليت. تترا هيدروفوليك اسيد ده تاني عباره عن ايه؟ ده اكتف فورم فوليك اسيد، والفوليك اسيد ده ايه؟ واحد من الفيتامينات. واحد من بي فيتامينز اسمه فوليك اسيد. الاكتف فورم بتاعه تاني اسمه ايه؟ تترا هيدروفوليك اسيد. بعمله ازاي؟ بحول الفوليك الى داي هيدروفوليك ثم تترا هيدروفوليك. من غير ما يبقى تترا هيدروفوليك ما اقدرش استعمله. خلاص؟ طيبين اليوم بالعمليه دي داي هيدروفوليك ريباتيز. طب الميثوتريكسيت بيعمل ايه بقى؟ ده شبيه بالدايهيدروفوليت، شبيه بالفوليت والدايهيدروفوليت، وبالتالي يعمل ايه بقى؟ competitive inhibition زي ما خدنا زمان في الانزيمز. It is a competitive inhibitor for dihydrofolate reductase، وبالتالي يمنع formation of tetra hydrofolate، وبالتالي مش هقدر ابني بيورينز ولا ثيمين، يبقى مش هقدر ابني دي ان ايه، يبقى مش هيحصل multiplication of cells. وده اساس شغلته كايه؟ كانتي كانسر دراج. كانتي كانسر دراج، فعلا بعض انواع الكانسر بنعالجها بالميثوتريكسيت. اوكي؟ وعرفنا الميكانيزم بتاعه. كويس. الناس اللي بتعالجوا بالميثوتريكسيت، الكانسر بيشنس يعني، بعد شويه احيانا بعضهم they develop resistance. يعني ايه develop resistance؟ يعني انا عمال ادي ميثوتريكسيت والتيومر ما بيجربش حاجه، لا يتاثر. ها؟ طب ايه بقى اللي يخلي التيومر بتاعي لا يتاثر بالميثوتريكسيت مع انه في الاول كان بيتاثر؟ ان التيومر بتاعي بيبتدي يزود الجين بتاع الهيدروفوليت الباكتيريز، يقوم يعمل كميه كبيره قوي من الانزيم بحيث ايه؟ الميثوتريكسيت اصبح ايه؟ افكت. اوكي؟ هنا حصل ايه بقى للجين بتاع الهيدروفوليت ريباكتيز؟ امبليفيكيشن. بس ده مثال مش كويس قوي. ليه بقى يا ترى؟ لان ده مثال على نورمال ريجوليشن؟ لا، فين
I'll understand that given the normal physiologic response, أثناء تبويض أولاني الفرونتفلاي الجين اللي بيبني بروتينات الإيك شانل بيحصل له أمبليفيكيشن، يوم يعمل كمية كبيرة من الإيك شانل بروتينز عشان تصنيع الإيكز اللي إحنا هنعمل بيها بعد كده النيو فرونتفلاي. أوكي؟ مثال آخر ده موجود عندنا في الخلايا البعثية بس ده ما فيهوش تغيير. إنما إحنا أوريدي عاملين أمبليفيكيشن لجين بتاع المخصوص بيصنع الـ RNA وشين أخرى تصنع الـ tRNA دول من نفسهم أمبليفاير. أنا عندي دول أمبليفاير، عندي منهم ماني ماني كوبيز، عندي كميات كبيرة من الكوبيز بتاع الجين بتاع الـ RNA وكذلك بتاع الـ tRNA، عندي hundreds of copies. ليه؟ لأن أنا عاوز أعمل كميات كبيرة من الرايبوسوم RNA وكذلك كميات كبيرة من الترانسفير RNA، وبالتالي بصنع كميه كبيره من هذه الجينز. اوكي؟ عندي الجينز دول موجودين بكثره. ايوه.